ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قناة اخبار اليوم دي قايمة على الترند، الاخبار واللي بيحصل فيها واخبار الوطن العربي يعني، واللي بيحصل من احداث متغيرة. طبعا انا عندي مشكلة في القناة، اليوتيوب بيقول لي ان انا المحتوى بتاعي معاد استخدامه. طبعا انا مش عارفة ازاي معاد استخدامه بصراحة، تواصلت معاهم مفيش فايدة، فقررت ان انا انزل شوية فيديوهات. قالوا نزلوا فيديوهات حصرية ليكي تثبت ان دي القناة بتاعتك. طب انا دلوقتي القناة بتاعتي قناة اخبار، فطبيعي الخبر لما بيكون منتشر كل القنوات بتنزله، شبه بعض مختلف عن بعض، بس دي اخبار بتبقى منتشرة واخبار الساعة واخبار اللحظة، فطبيعي كل القنوات تبقى بتنزلها. فما علينا، قلت هغير نظام القناة دلوقتي لفترة معينة بحيث ان انا انزل فيديوهات حصر ليا. طبعا انا مش عارفة يعني هقلب القناة طبخ ولا اعمل ايه، انا مش عارفة. فقلت اطلع كده كل يوم اتكلم معاكم كده دقيقتين ولا ثلاثة عن اي حاجة بتحصل لحد ما ربنا يكرم والقناة ان شاء الله ترجع تتفعل تاني. هتكلم معاكم النهاردة على حديث الساعة، الثانوية العامة واللي بيحصل في الثانوية العامة والمهازل اللي بتحصل من غش وسماعات وتليفونات ورشاوى المدرسين ولجان كاملة جايبة فوق 90% أصبحت الثانوية العامة دلوقتي للطالب اللي طول النهار أو طول السنة بيخرج وبيتفسح وعايش حياته، مفتحش كتاب مبيروحش درس مبيذاكرش، والطالب اللي طالع عين عينه طول السنة عمال يذاكر ويروح درس ويسمع فيديوهات ومش عارفة ايه بيجيب درجة وحشة. دي اصبحت الثانوية العامة عندنا، اصبح بيتخرج من عندنا، مش بيتخرج، مش عارفين يتخرجوا، بيخش طلبة لا تستحق تخش كلية طب كلية هندسة، ما بيعرفوش يعدوا منها. لو بصيتوا على الاحصائيات بتاعة كلية مثلا طب اسيوط، هنا اي كلية طب في اي محافظة من محافظات الجمهورية، تلاقي نسبة السقوط كبيرة جدا جدا، لكن ما بينجحش 20% من الطلبة. وده طبعا حاجة جديدة، وده طبعا بيرجع لإيه؟ لان اللي داخل الكلية لا يستحقها. لا يستحقها ليه؟ عشان هو ما لا يفقه شيء في اي حاجة. واحد دخل بتليفونه اتسربت له نتيجة الاسئلة، اتسربت له الاجابات، غش، نقل، ما يعرفش ايه اللي بيكتبه ده اصلا ولا يعرف عنه اي حاجة. اصبح طالع من الامتحان النتيجة ظهرت جايب كام، 95 96 ان شاء الله 90، طبعا مش فاهمين اي حاجة، فطبيعي ان هم هيسقطوا. طب ده ليه؟ لو النظام ده فاشل انتوا مش عارفين تدروه، ما ترجعوا لنظام الثانوية العامة القديم، عمرنا ما كنا بنشوف كده ابدا، كل واحد بياخد الدرجة اللي بيستحقها، كلنا اتقرصنا واتقهرنا من درجات ولادنا في الثانوية العامة، خصوصا ان احنا عارفين هم بيعملوا ايه وبيذاكروا ازاي وبيتعبوا ازاي واحنا بنتعب ازاي كأولاء امور. نداء لمن في يده الامر، الثانوية العامة نظامها الجديد فاشل بكل المقاييس، اتمنى ان احنا نرجع للنظام القديم